السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني على هذه الأمور، كيفاش أنا عايشين في هذه الأمور، هذه الأمور تاع الأروقة في الفيفا، الشعب يقارع، ما كناش تجي هنا البليدات تخسر 42 مباراة ما خسرناهاش هنا في البليدة، يعني بسبب فلسفة هذا المهرج. عرفت وين وصلنا؟ البليدة كانت مقبرة تاع المنتخبات، البليدة الملعب الشهيد مصطفى شاكر كان مقبرة، ما نسيت تكون تخسر، يسموك تخسر هنا في البليدة. مكاش مواطن جزائري، شيوخ، عجائز، كبار، نساء، فتيات، فتيان، مكاش اللي كان يقارع باللي الجزائر تخسر، مكاش اللي كان يقول باللي غادي نتإليمينا، مكاش انا هبلت يا ولد عمي، بنادم تربح برا تجي لهنا تخسر، هذه كاع مكاش هذه. انت ما تقراش برا، انت ما قريتش ليكيب هذي كي تلعب، ما قريتش نسبة الاستحواذ يا مهرج يا اسحاق في الكاميرون، نسبة الاستحواذ كانت عندهم كبيرة، ما قريتي نتايا، ما شفت، ما غير بحد جيت هنايا صاي كما صيت، عيطوا تشوف تاع السد، عيطوا لفلان، عيطوا لفلان، عيطوا لفلان، وليت تعرف عرس عائلة، عرفت كاع العائلة. ما قريتي نتا باللي كاميرون باللي عندها ميليو تيرا صعيب، ما قريتش باللي نتا عندها مهاجمين، عندها صعاب، مهاجمين صعاب، تغلط قدامها يمركي لك، ترمش كنت رمش وتحل عينك تبو مركانك، تادي ما قريتهاش، تخوي ميليو تيرا، ها بنا عمي هاكو خممت كون جبت بن طالب في بلاصة زروقي ولا في بلاصة قديولة، مبليسي تروازيام ديفيزيون، روح جبتو تقول لي أنا مدرب، بنادم من 2010 معاك تايا عصرته صاي سيبو. قديولة آخر كأس إفريقيا لعبها في 2019، فماك صايك في غولي، مش أنا نقولو في غولي مشي مليح، في غولي الإصابات كنا نهضرو فيها يا ودي، قلت لك في غولي أنا عيطت له، عندك بودبوز، عندك لعابة كنت قادر تجيبهم نورمال يلعبو، لك، بصح أنت التهريج تاعك والعصيان تاعك، صرتو مين ربحت؟ أنت ربحت، ما قريت الكاميرون باللي كلاونا الكاميرون، ما قريتي باللي ميليو تيرا الكاميرون كلاتنا في الكاميرون في جابوما وكلاونا ولد عمي، هو نهضرو صح. انت هنايا ما قريتهمش باللي غادي عندهم ميليو تيرا وغادي يجيك خاسر، غادي يقيس كاع اللي عنده، انت كو عمرت الميليو تيرا ولد عمي، هاكو عمرت ميليو تيرا، كل عبد 4-4-2، كل عبد 3-5-2، يعني كو عمرت، لي ما يعرفش البولا. حنا شفنا باللي قلت لك محرز، شفنا باللي سليماني وحده كلا الديفونس تاع الكاميرون، انت على ما تلعبش بنافس، على ما تدخلش بنيطو، كون دخل بالفوضيل، دوزيام ميطو ديريكت، راك خاسر 1-0 ديريكت دخل، لا انت قعدت تخمم غير واحد خرج بلايلي، تخمم باللي غادي تروح لي بيناتي. دروك حنا رانا ندفعوا ضريبة انشغال هذا جوحة المهرج مدرب منتخب بأشياء تحدث خارج المستطيل الأخضر، ونعاوض الاهتمام بتدعيم الفريق بأسماء جديدة والبحث عن خطط يعني بديلة يتم اللجوء إليها عند الحاجة، وكان المدرب مهتم بصراعات تحدث هنا وهناك ويصطف مع فلان على حساب فلان، هذه حقيقة. مهرج وين هربت عليه هذه المرة؟ تحضير بدني لم يكن هو التحضير اللازم، والتحضير الذهني والنفسي لم يكن هو أيضا،
اختيارات تكتيكية غريبة. ورغم كبر سن بعض اللاعبين وإصابة الآخرين وتراجع مستوى الآخرين، إلا أنهم كانوا في التشكيلة الأساسية. حتى ماندي ما كانش يلعب. ماشي على بالك يا جماعة، على بالكم بلي عطال 45 يوم لاعب 17 دقيقة جابوا لعب ناسق كبير يا سي محمد. ما نجمش مع الناسق هذاك، ما نجمش يلعب به. حتى شوف الدفاع تاعنا، بدراكا مبليسي لعب ماتش، بن عمري كان 15 يوم حابس، ماندي خطره يلعب خطره ما يلعبش. نقص المنافسه تلعب دور كبير بسبب تهور. والله لا بسببك، والله العظيم لا بسببك. هذا الفوضى اللي صار، هذا الانشقاق اللي راه صاري، هذا واش راه صاري، والله العظيم لا بسببك، والله العظيم يا شحال لا كلش بسببك. انا نقولها لك، وخاصة الانضباط لم يكن هو ايضا قائد. وين شاهدنا كيفاش تالي نكون عاودوا نولوا لكاس افريقيا، شاهدنا في غولي ملعب كات ماتش في ليكيب تاعو ملعبه جبتو تربص، ما جرى شي خطوه بعد درتو يلعب. كسبوه محرز ما دارش معك تربص برومي ماتش كونت سيراليون درتو يلعب. يعني ما صوالح ما فهمناش. من بعد جيت تكذب علينا قلت لنا كورونا انت يا كيسموه بونجي خرجتو راح لعب، انت في التربص خرجتو راح لعب. ومن بعد تعاير الفيفا والانديه الاوروبيه تقول لهم يا ودي حقارين، انت خرجت اللاعب تاعك ابراهيمي وبونجي خرجتهم راحوا لعبوا مع الانديه تاعهم. وكيسموه بلايلي كيمشي بلايلي بن عمري راحوا لعبوا في الانديه تاعهم، بعد نسمعوا باللي يقول لك الانديه الاوروبيه حقاره. يا ودي انت طلعت لعابه راحوا يلعبوا، من بعد تجي تقول لي كورونا. وين زيدوا فانيك امور اللي صرات. وين هذا المهرج لم يعطي للكاميرون حقه، ما عطاهاش حقها في الرتول، ما عطاهاش حقها. وهذه هي النتيجة، يعني ما جابش حقها في الرتول، ربح 1-0، كي جا هنا ما عطاهاش حقها. والله ما عطا حق الكاميرون، والله ما لها مع الكاميرون، لها أرواح راك معروض. لا أرواح، أنا ندبر راسي، أرواحي دخلي ما كانش يحوس عليك، أرواحي من ليون الدخلي ما كانش يحوس عليك. هذيك جابوها من الكاميرون، جابوها في الطيارة تاع ليكيب، جابوها ديريكت، هذيك جابوها ديريكت. حنايا هي بانت يا جماعة، هي بانت في الكوب دافريك، بانت في الكوب دافريك. حنا قلنا دا دروس في كاس افريقيا، بصح هذا البنادم جنون العظمه اللي فيه. وين هذا المدرب لم يعطي حتى حقه، يعني حق الكاميرون وحق البطوله اللي صرات في الكاميرون، هي نتيجه والا ما كان حامل لقب وبطل العرب منذ ايام، ليغادر من الدور الاول متذيل الترتيب ومسجل هدف واحد ونقطه واحده. يعني اش غادي تهدر راك راحت. انا واحد من الناس والله ما باغي نطمع روحي باللي البارتي تعاود، امنوني بالله، خاطر بنادم يمرض ولا اللي يقول لك لا بنادم ثاني يعاود ثاني نعاود ثاني بنادم. راني مليح في راسي، راني اليز مليح، ماشي باغي ندخل في واحد اللعبه تاع دراري ولعبه تاع كذابين، ناس لا تكذب، ناس لا تكذب. كيما هذاك اللي قال لهم عندي الادله، تصيب واحد في اليوتيوب يخرج يقول لهم حقائق يا واحد يسلك يقول لك ربي يشوف نشوف. ما كان لا حقائق لا والو، هي هضره تاع داك 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 دا. ما كان والو. انا فاني كذا نولي ندير لكم غير راس ما قال لي كو طاب، خاطش علاه الناس تبغي الكذب، تبغي الاحلام الورديه، يبغوا احلام، يبغوا هكا تكذب عليه، يبغي يقولوا باللي الماتش تعاود، انت كنت راقد الماتش تعاود، يبغي من في نوفمبر الجاي يبغي تقول له لا الجزائر لعبت ربحت، يأمنك
قول له الجزائر لعبت ربحت يأمنك فانيك، هذه هي يأمنوا كلش.